ماشي غناكلو فيها غير كنت كنصور حيت عجبتني المنظر فيها زوين من هنا. شوفوا كي دايره زويونه كتطلع على هاد القلعه هادي على هاد الباطو عجبتني صراحه زويونه وبغيت نبارطاجيها معكم وصافي. شفتوا شوفوا الزنيقه كي دايره ها هو مدير السلون هاي برو حمقناه والله الا حمقناه انتو ماشي شحال زوينه الزنيقه نايس واعر هادشي زويون غير ديال التصاور والله العظيم. شوفوا هاد الزنيقه هنا كي دايره ويلي 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 واعر هادشي والله غير ديال السينما اللي كتعجب وديال التصاور حق الله زوينه هادشي زوين زوينه غندخل نتعمقوا. صباح الخير عليكم لافامي تفاد كل بخير اهلا بكم في نهار جديد عاد تاني بكاسكيطه بكاسكيطه هبطان حالا نضرب ويلي ويلي سبقوا سبقوا يا سلام حسوني بالمشاعر الحساسه والجميله على الصباح اليوم عندنا واحد البوت تريب اللي غتكون واعره حنا ديجا في الباطو واعره نتوما شوفوا معنا مارينا ونشرح لكم ديك الساعه شنو غادي ندير اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لوحده من بين احسن الجزر اللي كاين هنا اسمها تعرفوا عليها الجزيره عرفتي عرفتوا ذاك البحر اللي بارطاجت معكم في ستوري كيف لكم نقي زويون صافي هذا اسباب هذا بحال اللي كتعوم في الصراحه تكون واحد تريب اللي غتكون زوينه واحد الدور ماشي تريب واحد البوت تور اللي غتكون واعره ان شاء الله. نجيو نشوفو معنا مول اليخت زايد زايد السيد مقابل رزقو تبارك الله عليك شميتيني تاني غير كنجي كدور مقابل رزقك اليخوت على ما يرام كلشي بخير. كيسولني كيقول لي فيصل فين هو الفلوق هذا الفلوق بالنهار ديال السفر بالينا طويل واش مازال ما غيسالي تحطو لينا راه ما كنسموش فلوق واحد النهار ديال السفر لحد الان راه مصور تقريبا 600 فلوقات دابا تخيلوا معايا راه بزاف الفلوقات ماشي غير واحد. وحاجه واحده اخرى هذه المره انا ما غاديش ندير لكم فيديوهات مفرقه كما كتعرفوا يعني فلوق كل واحد بشكل راه غيكون تتمه بحال سيري بحال كتفرج في شي مسلسل يعني الكمال هذا الفلوق غتكون في الفلوق الجاي الفلوق الاخر واحد اللقطه تحفيزيه باش تكمل الفلوق اللي تابعوا هكا بحال شي مسلسل يعني كتكمل يعني معنى الاحداث ديال السفر كامل غيكون ستيل جديد ان شاء الله. فوالا لا فامي احنا وصلنا اوراك ايلاند شوفوا معايا النقاوه شوفوا معايا البحير كي داير هادشي غتشوفوا بالترون غيكون احسن عرفتي واحد البحر كي داير اخوتي شحال نقي واعر واعر ديال بصح وصلنا هادي ديجا شي ساعه دابا تقريبا مي صورت هو الاول بالترون صورتي السينماتيك ديالي مازال ما عنديش ساعه انا هم فيها صور بالجو برو صور في العيبات المهم فلوغ غيكون زاهي واعر اليوم ان شاء الله نايس نايس هادشي زويون طبيعه ديال الله. يلا نمشيو نعومو حتى حنايا ما نعاودش لكم واحد العومه درناها وحق الله الا واعره ديال بصح عومه خطيره في هذا البحر الزوين نقي ديال بصح شوفوا مولي يخت مولي يخت الصحاب هكذاش هكذاش شي دابا صحاب مولي اختك كتعرض عليهم مولي اخت ديالك شي قلت لها الحفيظ والله الا قلت لك الدولار لا كلشي على الدولار ويلا كاين بارك الله عليكم نهاركم مبروك نكملوا التسافيره ديالنا ما عرفتش شنو تكون نيكست ديستيناشن لوجهه اخرى شي جزيره واحده اخرى واقيلا المهم اللي كان انا نبارطاجي معكم قبطان فيصل في خدمه انسان عاوتاني ملون هذا من الانسان الانسان دار اللومبر شوف هاو تاني السكسي ويلي ويلي شيك 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 ولكن اش هاد الرجل صافي قلت لكم ولا نساو نساو اجيو معايا اجيو معايا اجيو اجيو نشوفو نشوفو وجهة اخرى اللي وصلناها مورا اوراك ايلاند نايس لا لا هنا واعر الرجولة هنا واعر هاد شوما ويلي 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 بانت لي واحد تما لداخل واعر ديال بصح راه لي خالتي هذيك عيشي الحياه الناس عايشه الحياه في اليخت فوالا نبارطاجي معكم هاد البلاصه اللي مازال ما عرفتش سميتها مي غادي نسول او فيها بلاج بريفي شي 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 فيها بلاج بريفي ديال شي اوتيل ولا شي لعبه شوف لينا الكابتن تزعت في ماجده يا خدي على شي شي ولات هي الكابتن كابتن امسخون هايلي عليك المهم بعدا بسكنا في واحد القضيه سكت الباطو في واحد المسافه ما ستوريتش لكم انا سايق الباطو وشكرا ليه بزاف غنشوفوها في الفلوج ان شاء الله ثانك يو كابتن يو ار ذا فيرست كابتن ثانك يو ذا بيست وان ثانك يو سو ماتش كيقول لي انت هو الكابتن الثاني داكشي علاش كتقول لي
لا فامي سالينا التور ديالنا كلشي داز بخير كلشي داز واعر الحمد لله صورنا فيديو واعر دوزنا وقيته زوينه الحاجه اللي بغيت نقول لكم دابا حطيت لكم تصويره جديده خصكم تدخلوا في الكوادر ديالكم لي كومونتير حنا غنمشيو ندوشو الحيدو علينا اللحم انا في الساحه واقف سي الغطاس يلا ورينا يلا يلا اتلاح السلام عليكم لا فامي حنا دابا سالينا التريب ديالنا وجينا وداكشي داز واعر صورت لكم بزاف الفيديوهات اللي واعرين شفنا بزاف البلايص اللي واعرين اي فوالا مع الناس عاد وصلنا الحمد لله بخير وصلنا للفيلا ديالنا رايا خصكم تعرفوا بلي اليوم بعدا كنا غنغرقوا قاعدين مشكل في البحر داكشي غتشوفوه في الفلوق ان شاء الله ناري كلشي